أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. أحييكم فارس حواس، سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء. وموعدنا اليوم مع مباراة مميزة ضمن منافسات نهائيات الأبطال. الأجواء الكروية رائعة هنا ونتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى. الإثارة كبيرة هنا، نتمنى بأن تستمر هذه الإثارة إلى داخل الملعب ونشاهد مباراة عظيمة من الجانبين. والآن نستعرض التشكيلة الأساسية. يستخدم طريقة الأربعة مع ثلاثة الهجومية في هذه المباراة. نستعرض في حضراتكم التشكيلة الأساسية لفريق فانتاز. في حراسة المرمى يتواجد الأيقونة بيتر شمايكل. تيو هرنانديز سيلعب مع فيلبوك. هذه كرة هدف الآن. هدف الافتتاح لا يتأخر. الطريق يفتح الآن. انظر إلى الأجواء. نقطة تحول كبيرة. كريستيانو رونالدو. التسديدة ترتد بعد أن اعتاد الطريق. هدف ثاني يأتي سريعا، لا يرحمون، لا يتراجعون، يبحثون عن الفوز، يرغبون في قتل هذه المباراة. تابع الهدف مرة أخرى وشوف الغياب الكامل للدفاع عن المرمى، والكل ترك المرمى مفتوح أمام الكرة. يتقدم الكرة للهجوم. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. محاولة للوصول إلى المرمى. رونالدو فرصة هدف. أوه، هذا اللي نقول عنه أسهل هدف في العالم. المرمى خالي والكرة في الشباك. رائع في قراءة الفريق الخصم. ما زال
سانشيز. نهاية مجريات الشوط الأول. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة. ترينت ألكسندر أرنولد. الضغط العالي يستمر واستخلاص لهذه الكرة الآن.